فيلم ديمزول تبدأ قصة الفيلم بملك وجنوده اللي يشوفهم هم رايحين الجبل على مود يقتحموه ويقتلون التنين اللي بداخله، لأن هذا التنين إذا ما تخلص من عند الملك راح يصير خطر على حياة البشر اللي عايشين بالمملكة. فيدخل الملك وجنوده للجبل ويشوفون التنين، أو بعدها التنين يهددهم ويحذرهم ويقول لهم أنا راح أحرقكم، لكن الملك ما يسمع كلامه وينبه جنوده بأنه يستعدون للهجوم، وبرمشة عين التنين يحرقهم كلهم. أو بعد مرور سنوات طويلة نروح المملكة أيلي وأختها فلوريا ونشوفهم هم يقطعون الخشب ويجمعون الفرو، لأنه كان الجو بارد ومملكة أبوها كلش فقيرة، فكانت تحاول أن تساعد الناس اللي عايشين بالمملكة بالعمل، وهي كانت تقطع وياهم الخشب لأنه قريتهم فقيرة لدرجة الناس بها جاي يموتون من الجوع والبرد. ولما أيلي وأختها يرجعون القصر أبوهم يصادفون ويا ملكة أوريا واللي هي جاية تطلب إيد واحدة من بناتها للزواج من ملك مملكتهم هنري. فإيلي تعترض أو ترفض الزواج، لكن أبوها يذكرها ويفهمها أن مملكة هنري غنية جدا وهم عندهم كنوز وذهب وراح تكون سعيدة ومرتاحة هناك. وأبوها يقول لها أن مملكتنا محتاجة هذا الزواج لأن مملكتنا فقيرة وهي تحتاج لهذا النسب من العائلة الملكية، وأنت لازم تنقذينا من هذا الفقر لأن الملوك والأمراء لازم يضحون على موت شعبهم ومملكتهم. وبعد فترة العائلة كلهم يصعدون السفينة وينطلقون لمملكة هنري، وبمرور بعض الوقت أثناء إبحارهم يوصلون للمملكة وهم يشوفون من خلال الضباب أكو تماثيل كبيرة على شكل تنين لدرجة كانوا مفكرينها أنه هي حقيقية، ولما يقربون منها يكتشفون أنه هاي التماثيل مو حقيقية. وبعد مرور ساعات يوصلون للقصر فيستقبلهم كبير الخدم ويدخلهم للقصر وهو بدأ يعرفهم على الأماكن اللي موجودة فيوديهم الغرفهم، وهنا إيلي تنعجب بغرفتها وهي كانت مبهورة بها كلش، وهي تشوف بنية واقفة بالبلكونة اللي بالبرج اللي مقابل غرفتها فهي ابتسمت إلها، لكن البنية ما ترد الابتسامة ومبين عليها الحزن والخوف. وبثاني يوم هنري قابل إيلي ويبقون يفترون بالحديقة مالت القصر أو يتعرفون أكثر، وبعدها هي تقول له أنه أنا مجبورة على هذا الزواج، وهو أيضا يعترف لها ويقول لها أنا مجبور على الزواج أيضا، واثنيناتهم يقررون أنه يسمعون قرار أهلهم ويوافقون عليه، وبنفس الوقت يركبون الخيل ويتسابقون فيوصلون المكان جبل عالي كلش. وكانت إيلي فرحانة، وبنفس الوقت أبوها يطلع من مقابلته ويا الملكة أم هنري وكان مبين عليه التوتر والقلق، فيقول لزوجته أنه هم راح يأخذون ذهب وفلوس يكفيهم، وهاي الفلوس والذهب راح تعيشهم القرون طويلة هم والناس اللي بالمملكة. وبعدها تروح زوجة أبو إيلي للملكة وتحاول تتقرب من عدها، لكن الملكة تهينها وترفض التقرب منها. وبهاي اللحظة زوجة أبو إيلي تحس أنه أكو شي غلط بهذا الزواج، وهي تروح تحكي ويا إيلي وتقول لها أرفض الزواج لأنه دا أحس أكو شي غلط، لكن إيلي ما كانت تقدر ترفض وهي كانت تقول لها أنه أنت كنتي قابلة وليش هسه رفضتي الزواج. أو زوجة أبوها تقول لها أنه الزواج هذا وراه خطة بشعة من الملكة وأني قلبي ما مطمئن عليها، لكن إيلي ما تسمع كلام زوجة أبوها لأنه تحدد يوم الزواج. وبثاني يوم تبدأ مراسيم الزواج وإيلي تلبس فستان العرس، أو كان وياها الخدم وأختها يساعدوها بغرفة الملابس وهم يخلوا لها سيف بنص الفستان حتى تبقى واقفة مستقيمة أثناء الزفاف. أو بعدها تروح الهنري وتبدأ مراسيم الزواج، فهنا هي رسميا تصير ملكة أوريا الجديدة زوجة ملك أوريا. أو بعدها تروح وتودع أهلها وتركب العربة ويا هنري فيروحون المكان جبلي بعيد ويدخلون بيه. وبهاي الأثناء تشوف بس الناس لابسين أقنعة والملكة أم هنري وياهم، فهي بدأت تحكي لها قصة المملكة وتاريخها العريق وشون هي ما تريد تنهي المملكة وتريد يستمر تاريخها. أو بعدها تجرح إيد هنري وإيد أيلي وتخلي إيديهم إيد بإيد على مود دمها ينخلط بالسلالة الملكية، فهنا هنري يشيل إيلي ويقول لها هاي من مراسيم الزفاف. وبعدها يوصلها النص الجسر اللي واقفين عليه وهو يعتذر منها أو يشمرها من فوق فيغمى عليها من الضربة. وبهاي الأثناء إيلي تصحى من الضربة وتبدأ تصرخ، لكن ما حد كان يسمعها غير التنين اللي موجود بالكهف، وهو يبدأ يدور عليها ويشتم ريحة دم السلالة الملكية بيها على مود يأكلها. وهنا إيلي أشوف مصدر ضوئي أو كانت تحاول أنه تتقرب إليه، ولما توصل أشوف طير يحترق فكانت تحاول تلزمه. وبعدها تطلع آلاف الطيور المحروقة وهي تنقهر عليهم وتخاف، وفجأة إيلي تشوف التنين وكانت تركض وتحاول أن تضم نفسها منه، لكن الصدمة لما تعرف أنه التنين يحكي فهو يسألها على اسمها وهي جابة وتقول له أنه أنا اسمي إيلي، فهي تسأله وتقول له أنت شو تريد مني، وهو يقول لها أنا أريد كل نسل السلالة الملكية، وهو يقول لها أرقضي لأن أنا رح أحرقك، فهو بدأ يلحقها ويذب النار عليها وهي كانت تركض فتدخل بكهف وتشوف البنية اللي شافتها بالبلكونة واللي هي عبارة عن جثة، فإيلي تخاف
الغلاف أو تدخل بنفق ضيق والتنين هنا يحرقها أو يوصل الحرق رجليها وهي تتأذى، أو بعدها كانت تحاول تنزع ملابسها وتعالج مكانات الجروح والحروق، فتطلع الخنجر اللي كان جوا ملابسها وهي تضمه على مود يساعدها أثناء هروبها، وهي كانت تحاول أنه تشعل شعلة أو تتحرك بالكهف أكثر، وبنفس الوقت الشعلة تطفى منها، فتشوف دوائر صغار من بعيد تضوي، فتعبر بمساعدة الخنجر أو توصل إلهن، وبعدها تكتشف أن هاي الأضوية حشرات، وهنا تأخذ شوية من عندهم على مود يضولها، فهنا تأخذ شوية من عندهم على مود يصل لها مصدر ضوء، ومن خلال هاي الحشرات قدرت أن تشوف الطريق، وبعدها تشوف مي وتحاول تشرب منه، لكن تكتشف أن هذا المي مو نظيف، فتعوفه وتحاول أن تشرب من القطارات اللي تنزل من فوق، وبهاي اللحظة يجي التنين ويذب عليها نار، وعلى آخر لحظة إيلي تركض وتضم نفسها بحفرة، وهي تشوف الجدار مرسوم عليه أسامي البنات اللي مضحين بهن قبلها، وموجودة خريطة توصلها للشمس، وبعدها إيلي تنام شوية، ولما تقعد تشوف الحشرات عالجوا جسمها من الجروح والحروق اللي بيه، فتكتشف إنه هاي الحشرات تعالج الجروح، وهنا إيلي تحاول توصل للمكان اللي وصلها للشمس، وهي تحاول توصلها من الخريطة، وفعلا توصل وتشوف تاج أميرة، وتسأل نفسها إذا أكو أميرة قبلها قدرت تنجو من التنين أو لا، وهنا هي كانت تحاول تتسلق الزجاج، فالزجاج ينكسر بها وتوقع، لكن تلزم زجاجة ثانية، لأن التنين كان يريد يأكلها من جوا النفق اللي هي صعدت بيه، وبعدها توصل لنهاية النفق وتشوف الشمس، لكن التنين يجي بسرعة ويحاول يحرقها، بس بنفس الوقت سمع صوت قبل لا يحرقها كأنه صوت أبوها، وهنا إيلي ترجع تضم نفسها حتى تشوفه، لكن التنين يأخذ أبوها ويهدده إنه يخلي إيلي تيجي لو يحرقه، فأبوها يصيح عليها، لكن هي ما كانت تيجي، ولما يروح التنين إيلي تيجي وتشوف أبوها واقع، وأبوها يطلب منها إنه تستخدم الحبل وتهرب، لأن السفينة مالتهم منتظريها، وأختها كانت خايفة عليها وتريدها يمها، وفورا إيلي تركض للحبل وتحاول تهرب، لكن التنين يشوفها ويحاول يحرقها، بس إيلي خلصت الجبل وطلعت منها بسرعة قبل لا يحرقها، وبعدها إيلي تركب الحصان وتركض بسرعة، لكن التنين يلحقها ويذب النار عليها ويحرق الحصان، بس إيلي ضم نفسها بين الأحجار، والتنين هنا ينجن ويعصب، وبدأ يحرق كل شيء قدامه، وبنفس الوقت الملكة أم هنري تشوف التنين والنار، وتفهم إنه إيلي هربت، فهي عصبت وبقت حائرة، فتودي الحراس على السفينة مالت أبو إيلي، وهم جابوا فلوريا أخت إيلي، على مود يذبوها بالكهف بدال إيلي، لكن هنري يرفض ويقول لهم إنه فلوريا طفلة، أم هنري ترفض وتقول له أنا أريد أكمل المراسيم، وهي تدفع هنري أو تجرح إيد فلوريا، وتخلط دمهم سوا، وهم يذبوها بالكهف للتنين، وبثاني يوم إيلي تطلع من الأحجار وتحس إن الوضع صار أمان، وهي لما تمشي تشوف زوجة أبوها قريبة من الجبل، وهي كانت تدور على إيلي وتحكي لها شلون أخذوا فلوريا منها، وبعدها إيلي ترجع للكهف، وهي تشوف فلوريا اللي لازمها التنين، لأن التنين يعرف إن إيلي راح ترجع على مود أختها، فإيلي تروح وتسوي درع حديد على مود تلهي التنين بيه وتغير ريحتها، وهي تأخذ سيف أبوها وتركض تأخذ فلوريا، لأن هي حفظت المكان، وبعدها يرجع التنين ويشوفها وهي لازمة السيف، وهي كانت واقفة قدامه وتحكي له وتقول له إنه أنا مو من السلالات الملكية، لكن هو ما كان يصدقها، فهو يحرقها، وبسرعة هي توقع بالماي، وفلوريا بقت تبكي عليها، وبعدها تطلع انطفي نارها بالماي اللي وقعت بيه، وهنا أختها تشمر لها السيف على مود تقتل التنين، فإيلي تطعن التنين بعينه وبرجله عدة طعنات، وهي ما تخليه يشوفه بشكل جيد، فالتنين يقول لها لازم تقبلين تموتين وحيدة مثل ما أنا راح أموت وحيد، لكن إيلي توقف بمكان أو وراها جدار مقوس، وتقول له إذا تريد تموتني موتني هسه، وفعلا يشمر عليها النار، لكن إيلي تركض بنفس اللحظة، والنار يرجع على التنين ويحرقه، وبعدها تشوف الجرح اللي بإيديها أو تحكي له قصتها، وأيضا تحكي له قصة كل البنات اللي قبلها اللي ضحت بهم الملكة على مود سلالتها الملكية تبقى مستمرة، وهنا إيلي تحاول إنه تموت التنين، لكن بنفس الوقت هي تتندم، وتروح تجيب الحشرات اللي عالجتها وتخليهم يعالجون التنين من الحروق، وأيضا عالجت التنين من الجروح اللي سببتهم إيلي، وهنا إيلي تروح القصر هنري وتشوف حفل زفاف جديد أو ضحية جديدة، وهي تروح عليهم وتنبههم بأنه يتركون حفل الزفاف هذا، ولازم هم يروحون من هذا المكان بأسرع وقت ممكن، لأنه نهايتهم ما راح ترضيهم إذا بقوا على هذا الوضع، وتقول لهم إنه أنا ما أريد أذي أحد ما إلا ذنب بصار وياي، لأن اللي جايكم دمار، وفجأة يظهر التنين من فوق القصر، فالملكة تعصب، وهنا التنين يحرق أهل القصر والسلالة الملكية كلها، وبعدها إيلي تمشي والتنين يمشي وراها، وهم يرجعون لمملكتهم الفقيرة ويأخذون التنين وياهم، لكن حالة المملكة مالتهم تغيرت إلى الأفضل بعد اللي صار بالمملكة اللي رادوا يستغلوهم، وكل أهل مملكة إيلي عاشوا بالسعادة والمال بعد التضحية اللي
ضحتها إيلي لأجلهم، والهنانة تكون نهاية الفيلم. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، يمسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تني وتأمر كريما لما يأمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهابا لما تصبر. لما تنام حزينا قل يا ربي يا سميع، تكبر وحزنك يصغر يغير لا يتغير. لما تجف روحك قل يا ربي يا رحمن، سترى السماء تمطر رزاقا لا يتأخر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر.